الجماهير بصوت. ألف مبروك للفيحاء هارد لك. بالنسبة للباطن ممكن نقول أنه ثلاث نقاط مهمة والطرد سهل هذه المهمة في نفس الوقت. أستاذ أحمد، طبعا المنعطف الأخير طبعا لكل الأندية وكل الفرق وخاصة الفرق المهددة اليوم من جولة إلى جولة تتسع الدائرة. نعم. من جولة إلى جولة يضيق الخناق على كثير من فرق المؤخرة. الفيحاء حقيقة اليوم نزل المباراة وهو يبحث عن الثلاث نقاط ليعزز موقفه في مناطق الدفع. الباطن لا شك أنه ما كان خيار أمامه، حتى التعادل ما كان سيخدمه، لا خيار أمامه لأن يكسب ثلاث نقاط، لكن تفاجأ أيضا بالطرد. الطرد لا شك أنه كان عامل مساعد في اهتزاز مستوى الفريق، ورغم ذلك لا أعتقد أن الباطن قدم مباراة إلى حد كبير جيدة. الفيحاء اليوم طبعا يملك حارس جيد، والحارس في بعض المباريات نصف الفريق، استطاع أن ينقذ كرات خطرة كانت كثيرة في إدخال الفريق ربما في منعطف آخر. هدف الثواني أو الدقائق الأخيرة منح النقاط لمن يستحقها وخاصة في الشوط الثاني. طيب الخسارة 12 بالنسبة للباطن، تلقى يعني 35 هدف حتى الآن وشيء الكثير واللي خلي الآن يعاني، لكن ما فينا ننكر أن اليوم دفاع فريق الباطن قدم مباراة كبيرة لولا الطرد في الدقيقة 13 اللي كان في وقت مبكر جدا. صحيح، أكيد الطرد أثر على عطاء الباطن، لكن فيحاء كان هو الافضل واكثر وصول واكثر عندي تشويق رغبه في الفوز، وصل كثير من المرات لمرمى الفريق وقدر في النهايه انه يفوز، يستحق الفوز لانه قدم هذا الفوز. امانه هند فيحاء يقدم هذا الموسم مستوى رائع، طيب وصوله حتى لق مباريات الدور الأربعة في بطولة كأس الملك. طيب حتى الآن فاز في سبع مباريات وفي نفس الوقت خسر سبعة في نفس الوقت، ولكن يحسب موقعه في الجدول. نعم. وين بتشوفه في آخر الموسم؟ يخلص في هذا الموقع في نهاية الموسم يعتبر ممتاز بالنسبة لهم. نعم، إذن خلونا نشوف من هو رجل هذا اللقاء. إذن الاتحاد في الصدارة ب 54 نقطة، الشباب في المركز الثاني ب 46 نقطة بفارق نقطة عن النصر الثالث متقدما بنقطتين على الهلال الذي لديه مؤجلتان، ضمك خامسا ب 36 نقطة، الفتح صار سادس ب 31 بفارق الأهداف عن أبها السابع بفارق نقطة عن الفيحاء الثامن، الرائد التاسع ب 29 نقطة، فالطائي ب 26، التعاون في المركز الحادي عشر ب 25 نقطة، وهو نفس رصيد الأهلي والفيصلية الاتفاق في المركز الرابع عشر ب 24 نقطة، الباطن ب 22 نقطة، وأخيرا الحزم ب 14 نقطة.